يا عم استنى، بيقولك لما خد اكتر من حقهم افتكرونا ما نقدرش نستغنى عنهم. قلت لهم جملتين، اتنسى الحزن بإزازة والمحبة خدت أجازة. ما بتقفش على حد يا معلم، حتى أقولك حاجة ما بتقفش عليك انت كمان. يلا غرف 60 ده. اتنسى الحزن بإزازة والمحبة خدت أجازة، أكحت من غير لماذا، بقيت بنام ومفتح عيني.